ما هو عدد الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة اتحادية فيدرالية وعاصمتها مدينة واشنطن، وتقع في الجهة الشمالية التابعة لقارة أمريكا، وتشترك بحدود شمالية مع كندا، ويحدها المحيط الأطلسي من الجهة الشرقية، ولها حدود جغرافية وسياسية مع المكسيك من الجنوب، ويحدها المحيط الهادئ من جهة الغرب. ويعد المناخ السائد في الولايات المتحدة الأمريكية معتدلا نسبيا، ولكنه يشهد تنوعا بالتزامن مع الاختلافات الجغرافية بين الولايات الأمريكية. يصل عدد الولايات المتحدة الأمريكية إلى 50 ولاية، وفيما يأتي معلومات عن أسماء عواصمها ومساحاتها الجغرافية والأعوام التي انضمت فيها كل ولاية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.